السلام عليكم. اليوم نعرفوكم ببناية سكنية رائعة من نوع بارثيون تقع في أعالي العاصمة الجزائرية بمنطقة حيدرة، واللي تعتبر واحدة من أجمل البنايات السكنية في لل، وكذلك واحدة من أثمن، يعني من الأسعار، يعني غالية جدا، لكن هي سيتين فيلا دو متر كما نقولوا، تسمى فيلا دو متر لأنه يعني المهندس الذي خطط وصمم هذه الفيلا هو مهندس عالمي معروف، عنده صاحب مكتب دراسات ديانا، وكذلك الشركة التي بنت الفيلا هذه هي شركة جزائرية مطورين عقاريين، جاء يعني من أفضل المطورين العقاريين في الجزائر، شركة بسا اللي معروفة في يعني الجودة العالية والإتقان في العمل اللي راهي، ونشكرها المطور هذا بسا اللي يعني عنده بشرية كثيرة في منطقة ولاد فايت. إذن هذه هي نشوف يعني التصميم رائع حتى من الداخل، يعني كنت التوزيع نتاع الفضاءات، وكذلك النوعية تاع الأشغال، النوعية لا فينيسيون، شيء يعني رهيب. نترككم نعاود الفيديو هذا، نعاود الصور هذا بدون تعليق باش تتمتعوا، على الأقل كلنا نتمتع بالنظر إلى هذه الإقامة الرائعة، والسلام عليكم.